تمام الديه؟ تمام التمام. بس يا مين بالله أنا ما فاهمش ولا حاجة، إحنا عملنا كل ده ليه؟ البضاعة دي بالميت تمنها 15 مليون، إحنا خدناها بأربعة ونص، واحد ونص عرق حسين الدباغ والتجار. طب أنت محتاجاني في إيه؟ ما كان ممكن تعملي كل ده لحالك. أنا شمس، لو التجار شموا خبر إن أنا هموت على البضاعة دي هيعلوا في السعر ويضربوا عرقهم في ثلاثة وأربعة، يعني المبلغ ممكن يوصل لتمانية وتسعة مليون. إنما بقى لما يخش لهم زغلول صغير زيك ويبان إن أنا مش عايزة البضاعة، كل واحد هخاف إنه يطلع من مولد بلا حمص وهيرضى بأي عرق يطلع له. الله أكبر عليكي، بس برضك مش معناني. عشان أنت وشك مش محروق، وعشان حاجة تانية هبقول لك عليها بعدين. ده انت دماغك دي تلاعب بلاد. قالوا جايلي شوية عيال عايزين يلعبوا بيا، جبتهم خيبة. على مين؟ على مين؟ بطاقتك يا نوح وخمسين ألف جنيه حق المشوار. حق المشوار؟ خمسين ألف جنيه؟ ربنا يعلي مراتبك يا ست سامس. ألف حمد وشكر ليك يا رب. يلا اتكل انت على الله. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي حصل لعنتر ده معناه ان الواد ده مفيش أي حاجة بتقف قصاده. بص يا شيبي بيه، الرجالة توزعوا في أماكنهم والسلاح اللي معاهم يكفي وزيادة. بس أنا يعني شايف إن الساغة ما جدش فيها جديد غير دخلة الواد اللي اسمه رجب ده عليكم. كانت دخلته دخلة الغبر علينا. طب والله العظيم تلاتة، كل الحكاوي اللي هتحكوها وبتقولوا عليها ان النمر هيعملها ما تطلع غير من الواد كرم ولا رجب ولا اللي ما يتسمى ده. لا معلش بقى بلدينا، انا بنفسي اختبرت الواد نوح اللي انت بتقول عليه كرم ولا رجب ده، والواد ده نضيف. انا نفسي شفت النمر قدامي لايف ونوح كان واقف جنبي. يا جماعة اللي اسمه النمر ده واد وحش كوماندوز اسد، انما اللي اسمه نوح او رجب ده اخره خناقه في فرن عيش بلدي. عامة يا شيمي بيه انا امنت لك كل حاجه ومستني وعدك ليا، حساب القديم والجديد. متقلقش بقى. عارف ليه يا باشا؟ ايه يا حن؟ الواد نوح ما جاش لغايه دلوقتي يا باشا. طب ما تبعت اي حد يجيبه. يجيبه ايه بس يا باشا؟ انا اتقصت وراه لقيته نزل مزاد الجمال والمزاد رسى عليه ودفع 4.5 مليون جنيه كاش. جابهم منين الجعر ده؟ شفت يا شيمي؟ شوف عشان لما اقول لك حاجه تبقى تصدقني. اه مستر خالد، انا ضربت لك الواد نوح اسفين، طيرته لك من الشغل كله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ كل انت عامل ايه؟ الحمد لله. مالك قاعد كده ليه؟ زهقان. لا بيا ولا شيره ولا حاجه. الحمد لله. ما انت اللي زنق نفسك في الفضه، كان قدامك طول عمرك الذهب والالماس، حبكه الفضه. عندك حق، عشان كده نويت ارجع كل اللي راح واخد حقي من الكل واولهم امك. انا عارف انك اتظلمت كتير من شمس، بس اقسم بالله شمس دي طيبه قوي غير الوش اللي هابب بعينه خالص. شمس انت اللي ظهر يا علي حبيبي يا بابا. بقول لك ايه؟ عايزك انت وشمس ترجعوا لبعض. وانا قلت تضحك. تضحك ليه طيب؟ نرجع يا علي. بص اصل الشيم رضوان جه وطلب ايد امي، وانا ما بكرهش في حياتي قد الراجل ده، هو مش هيحل من على دماغك غير لو لقاها متجوزه. فانا نفسي انتوا الاثنين ترجعوا مع بعض. قوم يا علي قوم. قوم ايه؟ قوم يا ابني. يعني نجيب الشبكه لامي؟ قوم شوف شغلك يا ابني يا حبيب قلبي. طب فهمني، هو يعني هو انا قلت لك حاجه غلط؟ انا لسه هتوضى وهصلي وادعي لكم. يلا يا ابني بلا غلط بلا صح، يلا يا حبيبي يلا. ماشي طب هتعمل في قصه امي؟ يلا يا ابني بلا رجوع بلا بتاع. يلا رجعت امها في زورها. امشي. ملك مستنياكي من بدري، احنا لازم نتكلم. كلمي انا سامعاكي. انا عاوزه افكرك ان انا الصندوق الاسود بتاعك يا ملك، وانا ما عنديش حاجه اخاف منها يا فريد. انا بس بحذرك انك لو حاولتي تقفي قصادي في يوم من الايام مش هسكت لك. حقيقي انا ما شفتش بجاحه اكتر من كده، طول عمري بعتبركي اختي، عايشه في بيتي، اكلي هو اكلك، لبسي هو لبسك، حتى عربيتي بتركبي اكتر مني. جاي بعد كل ده تهدديني انا؟ طلعتي رخيصه قوي يا فريد. لا 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 ثانيه واحده، هو انت بتعيريني ولا ايه؟ انت لو شايفاني نادله فانت ام النداله يا ملك.
انا نيه وما بتحبيش غير نفسك. ممكن تقولي لي اخر مره زرتي فيها مامتك الله يرحمها كانت امتى؟ قولي لي خالد اخوكي بيكرهك ليه؟ مالكيش صاحبه غيري انا بس ليه؟ عارفه كل البلاوي دي عن شغل ابوكي ومكمله معاه في الشغل وشغاله وعادي ليه؟ انت كنت صاحبتي انت؟ انت فعلا كنت شايفاني كده؟ طب بصي بقى يا حبيبتي، انا كنت مغفله وبحبك لحد ما جيتي تستعبطي وتستأذني انك تتخطبي للشخص اللي انت الوحيده اللي عارفه اني بحبه. بس مش غريبه، وكان كل حاجه واضحه. انت كنت مسترخصاني يا ملك، زي اي حاجه عندك بتشتريها بالفلوس. طب كويس قوي انك وقفتيني الوقفه دي، عشان طلعت فعلا حمار ومش فاهمه اي حد من اللي حواليا. انا لما قلت لك ان حسن جه تقدم لي، انا ما كنتش بستأذنك يا فريده، انتوا اصلا كنتوا بتكلموا بعض من قبليها بكتير، وانت ساعتها ما قلتيش اي حاجه. مش فارقه، بس اللي هيقف قدامي في اللي جاي هيشوف فريده تانية خالص. طب اسمعي بقى يا حلوه، انت لو ظهرتي في حياتي باي شكل تاني هفاجئك بملك انت عمرك ما شفتيه قبل كده. السلام عليكم. كنت فين يا نور؟ خد دور. ايه دول؟ اصل الست سامس قصدتني في خدمه، خدتني معاها مزاد وحفظتني الكلمتين اللي هقولهم، ولما المزاد رسي عليا هي اللي دفعت وادتني الجرشينات دي وقالت لي دول عرجك، وانا اول مره جنابك امسك مبلغ كبير كده، فقلت اجي اشيله مع جنابك او مع عم نصر عشان ما يدعوش او يتسرجوا مني. تضحك على ايه يا جنابك؟ لا لا، اصل اللبس اللي انت لابسه ده غريب عليك شويه. يعني طب خلاص يا نوح، انا هشيل لك الفلوس دي معايا بنفسي. يلا روح انت بقى شوف شغلك. شكرا يا باشا. عليك. بقى عيل مخه قد كده يبقى النمر ازاي بس؟ يلا قوموا شوفوا شغلكم. يلا رجال. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملك. نعم يا هوبي. ايه في ايه مالك؟ مفيش حاجة، متضايقة عايزة أقعد مع نفسي شوية. اللي متضايقة؟ ما تقولي لي في ايه؟ مفيش حاجة يا هوبي. طيب خلصي اللي وراكي وبعدين اطلعي على معرض الزمالك، في كلاينت مهمين جايين، وجودك هيفرق. حاضر. أنا هتحرك على عينيك وهاخد نوح معايا ماشي؟ أيوه بس برضه قولي لي مالك؟ يا بوبي مفيش حاجة بقى خلاص. الله.